الآن إلى الأمام وكرة أولو خطيرة. هذه البداية، هذه البداية، الفيحة يتقدم الهدف الأول، هدف أول مبكر جدا من جانبي الفيحة. لها نواف الصبحي المدافع المتقدم إلى الأمام يسجل للفيحة الهدف الأول. 1-0 في الدقيقة الثانية فقط، الفيحة يسجل هدفا أولا ويشعل المواجهة. هنا سامي الخيبري يرتقي، لم يكن متسللا الصبحي، يسجل الصبحي هدف الفيحة الأول ويتفوق على حساب الفتح في أول المباراة، في أول دقيقتين فقط. مرت الدقيقة الأولى، الثانية سجل فيها الفيحة هدفها الأول. 1-0.